السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذا اللايف الجديد، وبنرحب بالإخوة المشاهدين أعضاء قناة 10 minutes واتساب جروب أعضاء فيسبوك. أهلا وسهلا بكم. إحنا حنتكلم، يعني ما بعرف إذا الإخوة حيلتحقوا فينا أم لا، ولكن الوقت كان غير منسق له بصراحة بشكل كبير، أو ما يعني ما كان معمم بشكل واضح، ولكن إن شاء الله يلتحقوا فينا ويستفيدوا، يعني ممكن يشاهدوا هذا اللايف في وقت آخر بإذن الله تعالى، لأنه حننزله على هذه الصفحة وممكن ننزله على قناتي على اليوتيوب لمن يعني يود المشاهدة. وخلينا أتكلم اليوم عن موضوع الثقة بالنفس. موضوع الثقة بالنفس إخواني الأفاضل هو موضوع مهم جدا ويشغل بال الكثيرين، لأنه بصراحة الثقة بالنفس، مجرد ما أنت إنسان كان لديك ثقة بنفسك فهذا يعطيك قوة الشخصية، وإذا أنت لديك قوة الشخصية أخي الفاضل، بالتالي أنت هتفرض على الجميع أنه يحترمك، تمام؟ مش على قد كيفهم يعني، أو مش يعني زي ما بده يحترمك أو لا، لا هو يعني غصب عنه حيحترمك وحيجبر على احترامك. ليش؟ لأنه أنت إنسان واثق بنفسك، تمام؟ وهذه نقطة مهمة جدا ننطلق منها إلى تعريف الثقة بالنفس. ما هي الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس هي عبارة عن أنه الإنسان يعتز، تمام، بمهاراته، قدراته، إمكانياته، ما يمتلكه من مواهب، انه يعتز بها طبعا بدون غرور، تمام؟ يعني قديش انت بتشتغل على مهاراتك ومعرفتك وميولك ومواهبك وبتنمي هذه القدرات، تمام، قديش انت بتكون واثق بنفسك. هذه هي مصدر الثقة بالنفس اخواني الافاضل، وليس مصدر الثقة بالنفس، يعني قد يعتقد الكثير او البعض انه ممكن يكون مصدر الثقة بالنفس انه مال او جاه او اسباب اخرى، فاحنا بنحكي لا، هو يعني مصدره التعلم والتطور والمهارات والمواهب وقديش انت بتنميها وبتشتغل عليها اخي الفاضل. طيب خليني بعد هيك انطلق، انه نحكي في نقطة انه الثقة بالنفس هي مهارة. في ناس بيحكي لي لا والله يا استاذ يوسف، انا يعني ما اعتقد انها مهارة، انه هي من الولادة او منذ نشأة الانسان وهو صغير ممكن يكون معه يعني ضعف شخصية او قلة ثقة بالنفس، وصعب اني اكتسب هذه الثقة ما هذا المهارة. لا، بحكي لك اثبتت الدراسات والابحاث انه الثقة بالنفس هي مهارة تكتسب ويمكن تعلمها، ويمكن انه انت تطورها بشكل مستمر اخي الكريم، تمام؟ عشان هيك لازم انه انت تكون واعي لذلك الموضوع بشكل جيد. هي مهارة اثبت دراسة الابحاث انه هي مهارة احنا بنكتسبها وبنتعلمها وبنطورها يوما بعد يوم. عشان هيك ما تقول لي انه انا عشان اكتسب ثقة بنفسي انه يعني بديها في يوم وفي ليلة اتعلمها يا اخي الكريم، اعطيني طب طرق، يعني والله انا يعني بدي طرق تعطيني في يومين ثلاثة اصير واثق بنفسي وامكانيات وقدرات. لا يا اخي الكريم، يعني هذا الكلام مستحيل، مستحيل تماما، واللي بحكي لك عليك بحكي لك مثل هذا الكلام بضحك عليك. اذا موضوع الثقة بالنفس لا يأتي في يوم وفي ليلة، يحتاج وقت طويل، صبر، نفس طويل. ليش؟ لأنه أنت 20 سنة وأنت أصلا شخصيتك يعني ما هي واثقة، قوة شخصية ما عندك، كيف بدك في يوم وفي ليلة يا أخي الكريم وأنت مبرمج على هذا الكلام في يوم وفي ليلة تصير واثق بنفسك؟ مستحيل طبعا تماما. إذا اتفقنا أنه هي مهارة لازم نشتغل عليها، لازم نطور من مهاراتنا، من قدراتنا، معرفتنا، لأنه هي اللي بتخلينا، تمام، نكتسب الثقة بأنفسنا. واضح الكلام؟ طيب اخواني الافاضل، خلينا يعني نتطرق الى نقطة. ما هي فوائد الثقة بالنفس؟ انت بتقول لي الثقة بالنفس رائعة ومهارة ولازم اتعلمها، طيب
شو هي فوائدها؟ أول شيء بنحكي لك إنه هي بتعطيك القوة في اتخاذ القرارات، تمام؟ بتكون أنت إيش؟ قراراتك قوية نابعة من منطق القوة. بتكون أنت كمان جريء في اتخاذ المواقف، أو المواقف اللي بدها قرارات جريئة. أنت بتكون تمام حازم في هذه المواقف. ليش؟ لأنه أنت واثق بنفسك، إذن هتعطي آراء وقرارات حازمة هتميزك عن غيرك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أخي الكريم، بتخليك إنسان عملي ومندفع نحو الحياة، ودائما سرعة إنجازك للأمور بتلاقيها كبيرة أكثر من الإنسان الغير واثق بنفسه، لأنه الإنسان الواثق بنفسه دائما يعني ماشي بنهمة، ماشي بقوة بدون تردد، ماشي صاحب موقف ما في حد يعني ممكن يسيطر عليه، فبالتالي هو إيش؟ أسرع إنجازا من غيره، تمام؟ وأيضا كمان الواثق بنفسه لما يضع أهداف أخي الكريم، يضع أهداف بضل ماشي على هذه الأهداف، بضل ماشي في تنفيذها بشكل ثابت ومستمر. ليش؟ لأنه لو أنا غير واثق بنفسي وضعت أهداف، للأسف يعني قد تجد يعني متذبذب متردد، يعني يوم بنفذ يوم بمشي يوم بمشيش على الطريق، و و و فبتلاقي الظروف يعني بتاخده وبتوديه. لكن الواثق بنفسه يعني بضل عنده ثبات، عنده استمرارية نحو تحقيق الأهداف. طيب أيضا عنده رد فعل سريع للمواقف. يعني أنا إنسان واثق بنفسي، دائما تجدني لما يصير موقف أمامي أنا بتفاعل معه بشكل سريع ورد فعل قوي، تمام؟ خلي بالك من هذه النقاط، مهمة جدا عشان أنت تكون إنسان واثق بنفسك. يعني هيك أنا تقريبا لخصت بعض النقاط للفوائد. خليني أتطرق لموضوع العوامل اللي ممكن أنا أدمر ثقتي بنفسي. شو هي العوامل أخي الفاضل ممكن تدمر الثقة بالنفس؟ أول حاجة بنحكي لك إنه الخوف والقلق المستمر الزائد، هذه مصيبة وطامتهم كبرى. ليش؟ لأن الخوف أخي الكريم بيفقدك مواهبك، بيفقدك قدراتك إمكانياتك، لا تؤمن بنفسك، لا تؤمن بطاقتك بقدرتك بمهارتك، فأنت دائما تجد نفسك يعني خايف وقلقان. هذه للأسف بتضيع لك وبتدمر لك ثقتك بنفسك. عشان هيك احنا بندعوك انه لازم تتخلص من الخوف ومن القلق بأسرع وقت ممكن، لأن هذا مصيبة وكارثة على الإنسان، تمام؟ وحتقول لي يعني طب ليش انت بتتكلم هيك؟ بحكي لك لأنه يا أخي الكريم 95 أو 90% يعني أثبتت الدراسات من الألم النفسي يصيب الإنسان نتيجة يا إما خوفه من الماضي أو قلقه على المستقبل. وللأسف أثبتت الدراسة أنه 90% من الخوف اللي أنت بتخافه من التوقعات المتشائمة في المستقبل للأسف لا تحدث، ويمكن كثير منا يعني وقع في تجارب وأثبتت عكس توقعاته. عشان هيك يعني بدوك أنه يعني ما تخاف ما تقلق، يعني قلل من هذه الحدة أخي الكريم عشان تعيش بسلام وبرضا نفسي، لأنه للأسف يعني اللي عنده قلق زائد وخوف مستمر يفقد السلام الداخلي والطمأنينة والسكينة. وللأسف هذه هي، وإحنا حكينا في محاضرة تطوير الذات إنه هي أساس أو قاعدة متينة عشان أنت تطور فيها ذاتك، تمام؟ أيضا من الأشياء اللي بتدمر ثقتك بنفسك إنه أنت بتخاطب نفسك بألفاظ، تمام، سيئة. يعني أنا إنسان فاشل، أنا إنسان غير ناجح، أنا إنسان لا أستحق أن أعيش، أنا إنسان يعني مفروض مش موجود على هذه الحياة، أنا كرهت نفسي، أنا إنسان كذا وكذا. فدائما أنت بتوجه الألفاظ القبيحة والسيئة واللي بتعطي شعور بالسلبية أخي الكريم. للأسف هذه دمار نفسي على المستوى يعني خلينا نقول البطيء. يعني أنت قد لا تشعر بأهمية ذلك، ولكن صدقني هتشعر فيها على المدى الزمني الطويل، انه مع الاستمراريه وانه كل يوم انت يعني توجه لنفسك الالفاظ القبيحه والسيئه و و و هتلاقي نفسك
بنيت جزء من التفكير السلبي في عقلك، انه اصبح لديك انطباع عن ذاتك انه انت لا تستطيع، انت انسان فاشل، انه انت انسان غير ناجح، انت لا تستحق الحياة، انت ما نجحتش في اهدافك، و و و و انا ابن عمي احسن مني، انا فلان افضل مني، و و يعني بتدخل في متاهات. هذه لازم تتجنبها اخي الكريم عشان تكون ايضا انت واثق بنفسك. وحكينا برضو في حديثنا انه انت برضو تقارن نفسك بالاخرين، هذه من المصائب. ليش؟ لانه فلان اصبح مدير في كذا، فلان اخذ وظيفة لا يستحق، فلان نجح في مجاله، فلان صار في كذا في رتبة احسن مني، فلان بياخذ راتب احسن مني. يعني هذه للاسف ايضا متاهات، يعني بتدخلك في عدم ثقة بنفسك. انت يا اخي بدل يعني كبديل انه يعني تقارن نفسك بالآخرين، اشتغل، ابدأ اتحرك، يعني اتحرك واشتغل. هذه هي الحل، انه ابدأ اشتغل على نفسك، طور من نفسك. هذا هو الحل، انه انت يعني تكون افضل من غيرك وتكون افضل نسخة منك. يعني وانا حتى يعني دائما ما بحبس انه انت تقارن نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك. يعني انت حاول تطور نفسك انه انت تكون افضل نسخة منك اخي الفاضل. تمام. ايضا العدم واثقين بانفسهم دائما بكبروا الامور، بيعطوا الامور اكبر من حجمها. اخوان الافاضل، يعني للاسف الشيء انه كذا، وانا مفروض عملت هيك، وانا مفروض ما عملت هيك، وانا يعني كان لازم ما اخطا، وانا كان لازم يعني احكي هيك، وانا وانا وانا، فبكبر وبضخم الامور وبيعطيها اخي الكريم اكبر من حجمه. بالتالي هذه بتعود عليه بشعور قاسي على نفسه من التانيب والسلبيه والدونيه. وللاسف يعني كمان موضوع الدونيه اللي ذكرناه، انه تجعله انه يشعر بنفسه انه متدني عن الاخرين، يعني انسان لا يستحق. وهذه مصيبة وكارثة، انه انا لما احسس نفسي واحسس ذاتي انه انا انسان ناقص وعاجز، واني انسان يعني بدونية معينة، هذه للاسف يعني كارثة، حتعمل لك كارثة اخي الكريم. لانه انت خاصة لما تكرر هذا الامر، يعني انت بتصير مبرمج على ذلك الموضوع، وبالتالي يعني وضعك صعب انه انت ترجع ثقتك بنفسك اخي الفاضل. عشان هيك حاول تتخلص اذا كان لديك هذا الطبع او هذه العاده. تمام اخوي الفاضل. يعني ما بعرف حد اذا في شخص له سؤال ام استفسار، ام يعني خلينا يعني نجاوبه مثلا في اثناء المحاضره. اهلا يا ساره، اهلا يا أشرف، ميمي، أهلا وسهلا بكم. زياد، ما بعرف إذا كان لديكم أسئلة إخواني الأفاضل، ممكن إحنا نفعل يعني اللايف أكثر. اسألوا اسألوا يعني يا إخواني الأفاضل، يعني ما تتكبروا على المعرفة، هذه فرصة إنه إحنا بنحكي في موضوع مهم جدا والله العظيم. الثقة بالنفس موضوع يعني يؤرق الجميع، و يعني دائما انا اسئله توجه الي عن موضوع الثقه بالنفس، وكيف انا اثق بنفسي، وكيف انا اصير شخصيتي قويه، و و والى اخره، اسئله كثيره. عشان هيك انا يعني عملت هذا اللايف. اهلا وسهلا بك يا بوتر بوتر. تمام. اهلا وسهلا بك يا مسعود مسعود، اهلا وسهلا بك. طيب ايضا اخواني الافاضل، من الاشياء اللي بتدمر ايضا الثقة بالنفس اللي هو الفشل. والفشل هذا تكلمنا عليه كلام يعني مو يعني موجع، ساعة ونص واحنا لايف على قناتي على اليوتيوب 10 minutes، تكلمنا عن موضوع الفشل، مفهومه واسبابه وطرق علاجه. انا بدعوكم لانه تشاهدوا الحلقة لانها مهمة جدا، وانا وضعت فيها طرق كثيرة لعلاج هذا الفشل. لكن احنا وهينا بنذكر هنا يا اخوان الافاضل انه الخوف من الفشل، تمام، يؤدي بك الى انه انت تفقد ثقتك بنفسك. تمام. او الخوف من الرفض، او الخوف من الفشل، يعني كنوعين من الخوف. ولكن هنا نخص الخوف من الفشل، انه انت دائما يعني بتدرس، الله انا خايف افشل مهارة، انا خايف افشل ان اطبقها في وظيفة، والله انا خايف افشل فيها،
في مرحلة من مراحل حياتك خايف أنا أفشل، في زواج خايف أفشل. يعني لسه امبارح وصلني سؤال من أخت فاضلة، أنا حجاوبها إن شاء الله عليه، إنه كان لديها مشروع، ومشروع ناجح للحلويات، وفتحت هذا المشروع وأصبحت تبيع وإلى آخره، ولكن للأسف بعد فترة فشلت في هذا المشروع، وبعد فشلها أحبطت إحباط كامل، وأهلها وعائلتها أصبحوا يعني دائما قاسيين عليها نتيجة فشلها، وبتحاول هي مسكينة يعني تخوض تجارب جديدة، لكن خوفها من الفشل هذا بيمنعها. تمام، وهذه مصيبة يا أخي الفاضل. ما تخلي فشلك يمنعك، ما تخلي خوفك من الفشل هو يمنعك من التقدم بالمسير. اجعل دائما الفشل نظرتك له هو يعني شيء عادي جدا جدا، ما تعتبره شيء شخصي، واعتبره انه هو محطة ولازم انت تمر فيها عشان تنجح. تمام، لانه في للاسف بينظر الموضوع الفشل انه شيء مرعب، شيء لا مش لازم افشل، انا لازم، لا انا انسان ناجح، لازم انا بس انجح، مش لازم انا الفشل يراودني. طب اذا فشلت خلاص انسان فاشل، وبعد هيك انسى الموضوع، يحبط زي يعني سؤال الاخت الفاضل اللي انا حكيت عليه. عشان هيك لازم تنظر الفشل انه عملية صحية في طريق النجاح، ولازم توجه اخي الكريم لا محالة. عشان هيك ما تحاول انه انت تتجنب الفشل بشكل مستحيل، يعني احنا بنحاول انه لا نقع في الفشل ونكون ناجحين دائما، ولكن تمام شيء طبعا مستحيل انه انت بتواجه فشل، لازم هذه القاعدة ترسخ في ذهنك. عشان هيك انه بنحكي لك هذا ما تجعله يفقدك ثقتك بنفسك، بالعكس لازم تخليه انه هو تجربة تقويك وتساندك وتعطيك قوة في شخصيتك وتصقلك في مهارتك، وبالتالي يصبح عندك يعني خبرة لتجارب انت خضتها، وبالتالي بتصبح اقوى من قبل. تمام، وحكينا عن موضوع النظرة الدونية، يعني هذه الأشياء أخي وأنا الفاضل يعني هي اللي بتدمر موضوع الثقة بالنفس. طيب خليني أنا أذكر بعض الوسائل اللي إحنا ممكن نتغلب فيها على موضوع يعني انعدام الثقة بالنفس. أول حاجة أخي الكريم، التفكير السلبي أو الفكر السلبي اللي أنا دائما يعني ليل نهار وقضيت في نص عمري. تمام، وأنا بحكي يا جماعة يا أصدقائي، خلي بالك من الفكر السلبي، الفكر السلبي هو بحطمك، الفكر السلبي هو يعني يعيقك. يعني دائما وانا حكيت يعني قبل هيك في لايفات انه الشخص الايجابي يا اخوان الافاضل واللي تفكيره ايجابي دائما الخيارات مفتوحة له، الطرق دائما مفتوحة، البدائل دائما متاحة له، النجاح دائما هو حليف وهو طريق لا محال. ما تقول لي الانسان الايجابي دائما ليش؟ لانه بينظر دائما لكل الامور بايجابيه، بينظر للفرص بايجابيه، بينظر للمشاكل حتى بايجابيه، انه ما بينظر المشكله بحد ذاتها انها هي مشكله، لا بينظر الى انه هي تحدي انه يواجهه، يعني يخرج منه بافضل النتائج. تمام، وافضل التجارب. عشان هيك انه دائما خلي فكرك ايجابي، انزع موضوع الفكره السلبيه من عقلك، لانه هي اكبر دمار لك اخي الفاضل. تمام، ايضا يعني بنحكي في نقطه ثانيه انه الذكريات والماضي الالين هذا من احد اسباب اللي بدمر الثقه بالنفس. وحكينا احنا قبل شويه انه عن الاحصائيات اللي بتتكلم عن انه 90% من الالم النفسي ناتج عن انه افكار، انا يعني دائما قلق من الماضي، خوف على الماضي وتذكر الماضي، دائما 90% من تذكر الماضي يعطينا الم نفسي، بالتالي عدم ثقه بالنفس. هذه لازم تتخلص منها فورا، يعني تعمل اليمينيشن، لازم تعمل اليمينيشن لكل الذكريات المؤلمه في الماضي. والله يا جماعه انا للاسف في ناس بتبعت لي اسئله انه لسه بيعيش في الماضي، والماضي انتهى له سنوات. طب يا عمي ايش الفائده انك تعيش الماضي؟ طب ما هو بيأثر على مستقبلك. تمام، لازم تفهم انه الماضي شيء حدث وانتهى من حياتك، فقط خذ التجربة، خذ الدروس المستفادة واشتغل عليها وتعلم منها، خليها تعطيك قوة وليس هزيمة. تمام اخواني الافاضل، تمام. الواتساب جروب ان شاء الله انا يعني ببعتوه لي، فحبعت لكم ان شاء الله اللايف هذا على مجموعة الواتساب باذن الله تعالى. تمام، وخلينا نحكي عن نقاط القوة ونقاط الضعف أيضا.
أخي الفاضل من الأشياء والوسائل المهمة جدا إن أنت تكون واثق بنفسك، لازم تشتغل على نقاط القوة وعلى نقاط الضعف. وحكينا هذا في لايف سابق إنه نقاط الضعف، نقاط القوة شو أعمل فيها؟ خلينا نبدأ فيها إنه دائما أنا بعززها بقويها وأساندها وأرعاها كالشجرة. يعني أنت الشجرة لما أنت ترعى الشجرة ومية وسماد تعطيك الثمار، وهكذا نقاط القوة دائما حاول إنه أنت تدعمها تعززها تقويها عشان تعطيك أكثر، تستثمرها بشكل أفضل، عشان إنه كلما استثمرتها بشكل أفضل أعطتك النتائج الأقوى والفعالة. نقاط الضعف لازم أخي الكريم تقسمها إلى صنفين، صنفها إلى صنفين نقاط الضعف. للأسف الكثير بيحكي لك نقاط الضعف لازم أتجنبها لا يا أخي الكريم، في نقاط ضعف بتكون سلبية وفي إيجابية. السلبية هذه تخلص منها خلاص، انه هي سلبية اصلا ما فيش امكانية انه انت تحولها او تطورها او تحولها لإيجابية، او يعني خلاص هي سلبية بحد ذاتها. يعني زي مثلا مشاهدة، يعني خلينا نقول الافلام مشاهدة الافلام قضاء ساعات طويلة، يعني موضوع مشاهدة الافلام اصلا هو يعني برمته مش لازم، فلازم هذا تشيله من حياتك. مثال يعني اذكر، طيب موضوع مثال السوشيال ميديا، يعني في من يتصفح المواقع السوشيال ميديا لكن بيقعد 6 7 ساعات وبتصفح المواقع هذه. لا، نحن بنقول له خليها ساعة واحدة في اليوم مثلا، يعني ما بدنا نحرمك منه، لا خليها ساعة واحدة لأنه بتاخذ وقتك بشكل كبير. تمام، إذا هذه نقطة ضعف إيجابية خلينا نقول. ليش؟ لأنه برضه مهم أحيانا إنه تتصفح ممكن مواقع سوشيال ميديا، بتستفيد ممكن في بعض الأحيان زي ما احنا بنستفيد من موضوع مثلا انستغرام في اللايفات والبوستات اللي لها فائدة. تمام، اذا النقاط السلبيه احذفها من حياتك، النقاط السلبيه الايجابيه حاول انه انت ايش تطورها وتعدل منها وتعززها بحيث انه هي تكون نقطه قوه لك مش نقطه ضعف تحسب عليك. ايضا اخي الكريم عشان انت ايضا تشعر بثقه، لازم تشعر بحكمه الله عز وجل انه خلقك في هذا الكون. يعني ربنا خلقك، يعني عندما خلقنا احنا كبشر اخواننا الافاضل ما خلقنا عبثا ولعبا، ويعني حاشاه الله عز وجل، احنا في حكمة من وراء خلقنا اخي الكريم، في استخلاف لنا في الارض. يعني ربنا استخلفك في هذه الارض، اعطاك القدرات، اعطاك الثمار، اعطاك يعني المواهب والقدرات، واداك الارض المليئة بالثروات والمليئة بالامكانيات فانت بدورك هنا اخي الكريم انت موجود في الارض انه ربنا استخلفك انه انت تشتغل وتعمل فيها، مش انه انت تقضي وقتك للاسف على اشياء مضيعه للوقت، او للاسف لا ما تستغل مهاراتك، ما تستغل النقاط المميزه اللي فيك. صدقني اخي الكريم كل شخص فيه ميزه، انظر لنفسك ابحث فيها فتش فيها، تلاقي فيه ميزه رائعه جواك اخي الكريم. لو انت اشتغلت على نفسك واكتشفت هذه الميزه، هذه ممكن ترفعك يعني يعني حد السماء اخي الفاضل، بس انت اكتشف هذه الميزه. والله يا جماعه يعني مستحيل انه كل شخص الا في ميزة ايجابية ورائعة ممكن تنشره من الضياع اللي هو ممكن بيعيش فيه. يعني وذكرنا امبارح في اللايف انه هاري تومان كان رئيس الامريكي، كان انسان مثقل بالديون، وكان انسان فاشل وعاطل عن العمل في عام 1922. 1945 اصبح الرئيس الامريكي لاقوى دولة. فانت يعني ما تنظر نفسك في الوضعية الحالية، تمام؟ فتش عن نفسك في مهاراتك، في إمكانياتك، في قدراتك، صدقني ستجد ميزة وتنطلق منها، تمام؟ واشعر بالقيمة اللي ربنا حباك إياها، وإنه استخلفك في هذه الأرض وأوجدك، وإنت إنسان ربنا كرمك، ولقد كرمنا بني آدم في البر والبحر، إنت إنسان يعني مكرم، تمام؟ عشان هيك استثمر مهاراتك، استثمر قدراتك، هذا حتخليك شيء رائع. وبرضه انصح الجميع اللي انا دائما بنصحهم على واتساب جروب وعلى الفيسبوك انه دائما مارس دفة الصباح. دفة الصباح هذه شيء خرافي، لانه انت تطور من نفسك وتصبح واثق بنفسك. ليش؟ لانه دفة الصباح بتمارس فيها عدة شغلات: عبادة، اذكار، قراءة قرآن، تأمل، المديتيشن اخي الفاضل. المديتيشن هذا شيء مش طبيعي للانسان اللي بده يطور نفسه ويثق بنفسه. الإيجابية أيضا، مارس الإيجابية دائما بالتوكيدات الإيجابية والتأملات الإيجابية. والتوكيدات الإيجابية حكينا عشان تأدي مفعولها لازم تكون مقرونة بالعمل، تمام؟ توكيدات إيجابية لازم تكون مقرونة بالعمل عشان تؤتي ثمارها أخي الفاضل.
بتعطيك نوع من الطاقة الإيجابية والشعور الإيجابي اللي أنت ممكن يعزز من ثقتك بنفسك. تمام؟ يعني هيك أنا تقريبا على وشك أنهي اللايف، لا أعلم إذا في ملاحظة أو في نقطة أو في سؤال أنا فاتني. إخواني الكرام، أهلا لينا بانضمامك. ما بعرف هل في أسئلة إخواني الأفاضل من يشاهدوني؟ أسئلة أسئلة، إذا في أسئلة خلينا نتفاعل يعني ونعمل أكشن في اللايف عشان يكون في حول موضوع الثقة بالنفس نتكلم. إخواني الأفاضل، من لديه سؤال استفسار؟ وخليني كمان في ملاحظة مهمة لازم أضيفها، إنه إخواني الأفاضل واجه مخاوفك. لازم دائما، إحنا حكينا التو الخوف من الفشل، تمام؟ يعني جيت أنت هذه واجه المخاوف. كيف واجه أي شيء أنت بتخاف منه أخي الكريم؟ واجهه. طب كيف واجه هذا الخوف؟ بل ابدأ بالتحرك، اعمل دائما. يعني أول شيء، يعني حاجة أنت بتخاف منها ابدأ فيها، اشتغل عليها، ابدأ أول خطوة إنه أنت تشتغل فيها. يعني هذا سحر الخطوة الصغيرة، إنه ابدأ بأي شيء أنت بتخاف منه، ابدأ فيه أخي الكريم. ما تفكر، يعني ما تعطي عقلك فرصة إنه يفكر في الشيء اللي أنت بتخاف منه. لو أعطيت عقلك فرصة إنه يفكر في الشيء اللي أنت بتخاف منه، لن تقدم على كسر حاجز الخوف اللي أنت بتعاني منه. بدون تفكير فكر واشتغل في هذا الموضوع. تمام؟ يعني أنت إنسان بتخاف من السباحة، أنت بتخاف من الظلام، أنت إنسان بتخاف من الأماكن المرتفعة، ابدأ بالتدرج، ابدأ بالتدرج، مارس الحاجات اللي أنت بتخاف منها، ما تفكر فيها. خلي بالك، اوعى تفكر فيها، لو فكرت فيها مش هتقدم على الفعل أخي الفاضل. تمام؟ وكسر دائرة الخوف الخاصة بي، وحنتكلم عن دائرة الخوف في لايف إن شاء الله آخر. كسر، كيف إنه أنا أكسر دائرة الخوف اللي بتكون موجودة عندي بإذن الله تعالى. تمام؟ وحكينا انه اخي الكريم لما انت تشغل مهاراتك وتطورها وتصير انسان نافع وصالح وتساعد الناس وتصبح ذو منفعه وذو قيمه استثنائيه، صدقني اخي الكريم انت بتنظر لذاتك ولنفسك نظره احترام وتقدير عالي، والناس كمان بينظروا لك نظره احترام وتقدير، بالتالي انت حتى من نظره الناس لك ونظرتك لذاتك انت بترتقي وتصبح اكثر ثقه بنفسك. تمام؟ ليش؟ لأنه الناس، أنت بتساعد الناس، بتقدم لهم منفعة، بتقدم لهم يعني شغلات تفيدهم في حياتهم، تغير من حياتهم، بتأثر فيهم، بالتالي أنت ترتقي بذاتك، والناس حتى نفسهم بيصبحوا أنت محط احترام وتقدير من قبل الناس، فأنت تزداد هيبة ووقارا واحتراما قبل هؤلاء الناس، وبالتالي تزداد الثقة فيك درجة فدرجة. أنا هيك أنهيت اللايف. بتأمل أنكم تكونوا استمتعتوا في هذا اللايف إن شاء الله تعالى. ما تنسوا الاشتراك في قناتي 10 minutes ومشاهدة الحلقات اللي برفعها والكورسات المجانية، لأنها مفيدة جدا وحتساعدكم في تغيير الحياة إن شاء الله والتأثير. لو كان عندكم سؤال وجهوا هذا السؤال ممكن على انستغرام، على مجموعة الواتس أب أيضا، إحنا بنجاوب أسئلة كتير إخواننا الفاضل، أو على اللايف يعني لو أنت حبيت. دائما خليك إيجابي، خليك واثق بنفسك، اشتغل، ابدأ بالتحرك والفعل الفوري، ما تستنى أحد يعني يرشدك أو يحكي لك أو. أخي الكريم أتمنى لكم ثقة مليئة يعني لأنفسكم، ويعني تأخذكم نحو النجاح في الحياة. وشكرا جزيلا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.